بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل رسل الله أجمعين. نؤمن بهم جميعا وبكتب الله وبرسله لا نفرق بين أحد من رسله. في هذه الأيام العصيبة وأيضا التي نأمل فيها من الله سبحانه وتعالى أن تكن تذكرة وموعظة وزي ما بيقولوا كده قرصة ود، ولا تكن أكثر من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عودنا على لطفه وكرمه ورحمته. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر الكرب في القرآن أبدا لم يذكر الكرب بدون أن يعقب هذا الكرب بالنجاة، فيقول سبحانه وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ويقول سبحانه وتعالى: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. يأتي دائما الكرب مع النجاة، مرة بالمفرد ومرة بالمثنى ومرة بالجمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وينجيكم من هذا الكرب العظيم، فرادى أو كنا مثنى أو كنا جماعات أو شعوب. النداء الآن يتحقق يا إخوتنا جميعا في الإنسانية، يتحقق نداء الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والذي بح صوتنا من قديم الزمان ونحن نقول يا جماعة الخير أفيقوا. الأديان كلها رسالة واحدة: يا جماعة الخير. الله سبحانه وتعالى لم يخص بندائه وتعاليمه في الكتب السماوية وخاتمهم القرآن الكريم، لم يخص أحدا ولم يخص شعبا ولم يخص قوما بعينهم ولم يخص عائلة بعينها ولا شخصا بعينه. فكلام دائما سبحانه وتعالى للإنسان في كل زمان وفي كل مكان، كلام سبحانه وتعالى لبني آدم، كلام سبحانه وتعالى للإنسان وللناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وكلام للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وكلام لخلق الله أجمعين: فتبارك الله أحسن الخالقين. وكلام سبحانه وتعالى لكل المؤمنين، ولم يخص ديانة بعينها ولم يخص شخصا بعينه. الكلام بيتحقق الآن، هذا الجرس وهذا الإنذار الذي يجب أن نفيق من غفلتنا عليه، على هذا الجرس الكبير، فهو جرس للإنسانية جميعها وليس لشخصا بعينه. وأرجو من الجميع أن يكون تعاملنا مع هذا الكرب العظيم لا بالتهويل ولا بالتقليل، لأن الشخصية المؤمنة الإنسانية دائما وأبدا ما بين هذا الاتزانين، أو هذا الاتزان المنضبط، ما بين قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني التوسط، وما بين قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الفتي، الكلام بغير علم، والكلام بغرض الإثارة، والكلام بغرض التخويف والتهويل، ليس من شيم الإنسان المنضبط ولا المتزن ولا حتى المؤمن. وكذلك أيضا الإنسان المستهتر الذي يقلل من الأشياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني بالبلدي كده زي ما بنقول هنا: do not underestimate things.
وات ذا سيم تايم وفي نفس الوقت لا تهول ولا تعظم الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح الكون. الله سبحانه وتعالى نسألك بعزتك وبجبروتك يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تعمنا برحمتك التي ذكرتها كثيرا أكثر من الكرب، وهذه إشارة لطف من الله سبحانه وتعالى. فالرحمة ذكرت في القرآن بكل اشتقاقاتها اللفظية واللغوية، مرة في الرحمة والرحمن والرحيم ورحمة بالته المفتوحة، وكما يقول فلاسفة اللغة أن هذه الجملة أو اللفظة الوحيدة في القرآن بالته المفتوحة، يعني مش بالته المربوطة، تدل على انفتاح رحمة الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله سبحانه وتعالى التي أعطانا إياها بالإشارات اللطيفة في القرآن بتعظيم تعدادها في القرآن الكريم، لقد عددت في القرآن الكريم ما يقرب من 270 مرة أمام الكرب الذي ذكر عدة مرات، وهذه إشارة. ومش كده وبس، وكمان لما الكرب ذكر في القرآن لم يذكره أبدا سبحانه وتعالى منفصلا عن النجاة، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. يا رب يا عظيم، يا مالك الملك، يا من بإشارة منك وبتذكرة منك أخليت الشوارع، هل فيكم اللي قادر يشوف هذه نيويورك الصاخبة صاحبة الضوضاء والصخب والسهر والنشاط ليل نهار، النشاط لدرجة الإسراف والصخب لدرجة الإسراف والضوضاء والأنوار والزحام والطمع والتسارع والسعار المليء بالشهوات التي لا تنطفئ، والسعار المليء بالأماني والطموحات التي لا حد لها. انظروا حتى إلى المفردات اللغوية التي نستخدمها في التعامل، بيقول لك the sky is the limit، يعني انت رايح فين يا أيها الإنسان؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان الذي ترى أمك أو أختك أو زوجتك طبخة في البيت ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ورغم ذلك تتجاهل هذا الكرم وهذه النعمة من الله، وتروح علشان تاكل أكل ملوش 60 لازمة، ولا أكل غير صحي، ولا يا شباب ويا بنات يلي قاعدين مع أولياء أموركم ومع بابا وماما اللي قاعدين في البيت كل الحنان وكل الكرم وكل العطف، وتطبخ لك الأكل الجميل ومع ذلك ترفع سماعة التليفون وتطلب أكل أشبه، مش عايز أقول يعني، لأن أنا حاسس أن أنا في مقام خطبة جمعة، ولذلك إحنا حطنها في هذا التوقيت وهو توقيت خطبة الجمعة، ما كان يدور بذهني ولا بعقلي أبدا إن أنا أكون جالس على الهواء بقول كلام، مش عايز أقول إنها خطبة جمعة يعني بمعنى خطبة الجمعة، ولكن على الأقل حاولنا إن إحنا نكون معاكم في هذا الوقت العصيب، وفي هذا الوقت الذي يحزن القلب إنه جالس في البيت أو قاعد في مكان مش قادر يكون مع إخوته من جماعة المسلمين أو جماعة المؤمنين في المسجد، ولكل الناس في دور العبادة مش بس المسلمين. قلبنا معاكم، النداء اليوم نداء إنساني
نداء للإنسانية جميعا، لأنه هكذا أرادها الله سبحانه وتعالى في القرآن. كما قلت، لم يخصص خطابه في القرآن لجنس بعينه، ولا للون بعينه، ولا لشخص بعينه، ولا لشعب بعينه. الخطب جلل، المرة دي بيتحقق نداء الله. يا إنسانية، كلنا مع بعض، اللي عنده حاجة من العلم يعطيها للآخر، اللي عنده يد أعلى أو أقوى من الآخر فليخفضها للآخر حتى يستطيع أن يأخذ من عطايا الله سبحانه وتعالى على يد إخوانه من المؤمنين ومن الإنسانية كلها. اليوم يوم الاتحاد، يوم الرحمة، يوم النظر في رحمة الله سبحانه وتعالى. كنا معاكم في وقت خطبة الجمعة علشان نقول لكل الناس احنا معاكم، وده أقل القليل ان نقدر نقوم بيه، وكانت يعني شيء يدمى له القلب انه أرى نفسي خارج المسجد في يوم الجمعة، ولكن للضرورة أحكام. وبقول للناس لا تنزعجوا ولا تهولوا من الأشياء، والله سبحانه وتعالى فوق الجميع، والإسلام يعني ودين الله سبحانه وتعالى لا يهتز ولا يتأثر بمجرد فيروس أو بمجرد فتاوى متخبطة أو آراء متفاوتة. الأمر أعظم من ذلك بكثير. هونوا على أنفسكم، اجلسوا واعبدوا الله سبحانه وتعالى، واستمتعوا بالذكر وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. أنا مش عارف يعني أكاد أقول يعني هل نشكر كورونا مثلا إنه ما قعدنا مع نفسنا ومخلينا بعد أزمنة طويلة من الصخب والزحام والانشغال والتصارع والتكالب والتطاحن والسعار وراء الدنيا ووراء الطمع. sky is the limit. عايزين نبطل هذا الكلام، عايزين نبطل هذا الكلام اللي فيه نوع من التحدي مع قوانين الله. خليك طموح ولكن لا تطمع، خليك طموح ولكن لا تحارب قوانين الله. لا تحارب قوانين الله لا في الأكل ولا في الشرب ولا في النظافة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلقها في القرآن الكريم من قديم الزمان: وأهلكنا المسرفين. المسرف ليس له إلا الهلاك. المسرف الذي يسرف على نفسه في الأكل والشرب والطعام والخروج والسهر والزحام والاستهانة بقواعد النظافة والاستهانة بقواعد حتى المتعة، حتى المتعة لها حدود، حتى تجارتك لها حدود. لما تيجي التاجر تاجر بالأخلاق، لما تيجي تكسب اكسب بالأخلاق، لما تاكل كل على قد ما تستطيع معدتك أن تهضمه. لا تكن متسارعا ولا تكن نهما ولا تكن متكالبا ولا حتى في كلامك، لا تعلي ولا تخفض قوي ككبر، يعني تعلي قوي لتظهر العظمة واستعراض القوة، ولا تخفض صوتك جدا لتتواضع يعني تتصنع التواضع. ولذلك الأمور كلها في الحياة هي ما بين هذا التوسط، ما بين العلو الشديد أو الانخفاض الشديد. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تفتح لسانك أو فمك بنصيحة إلا إذا كنت على قدر هذه النصيحة وعندك من العلم ما يؤكد هذا. بقالي يعني برضو نقاط نفسي أقولها للجميع. هذا هو وقت تقدير النعم، هذا هو وقت تقدير نعمة الله سبحانه وتعالى علي في الحركة والانتقال. قد إيه إحنا مش حاسين ولا كنا حاسين بنعمة ربنا إنك تدور عربيتك وتمشي في أي مكان، أو تخرج في أي مكان وتجلس في أي مكان، وتأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء، وتصافح من تشاء، وتحضن من تشاء، وتقبل من تشاء. النهاردة إحنا ما بين الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء.
لقد أجلسنا الله سبحانه وتعالى في بيوتنا بجند صغير من جنوده، أوامر من عدو مجهول خفي لا يستطيع أن يراه الناس العادية، ولكن يراه المتخصصون في المعامل، ولا زال يبخل ويظن علينا هذا الميكروب أو هذا الفيروس إلا بالقليل من الأخبار عنه. ليس ذلك فقط، بل يتحور ويحارب ويتحصن، والإنسان وراءه بنعمة الله على الإنسان بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم امنن علينا بعلم ينجينا من هذا الكرب العظيم. يا الله يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا رب بنشكرك إنك بتفيقنا، يا رب نشكرك سبحانك وتعاليت أن جعلت في هذا الزمن إن إحنا نخرج فنجد الشوارع التي كنا نعاني من صخبها وزحامها خالية من المارة. والله إنها لآية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله إنها لآية ستكتب في التاريخ. ما حدث لكوكب الأرض حاليا يا إخوة لم يحدث أبدا أبدا إلا في الأوقات العصيبة والتي كانت قليلة على كوكب الأرض، في زمن الطوفان أو في زمن حتى الزمن الماضي السحيق الذي كانت تعم فيه الأوبئة. كان الإنسان بسبب ضعف معلوماته وبجهله النسبي بالنسبة إلى ما نحن عليه الآن من العلم كان مش همه. الآن العلم خلى الناس تاخد بالها، خلى الناس تستجيب وتخلي الشوارع، وللأسف الشديد بعض البلدان لا زال عندها هذا هذه الحماقة والعياذ بالله. أو الناس، بقول لكم من كل قلبي، أي نعم لا تعيش مع التهويل، لا تعش مع التهويل أو التضخيم المفضي إلى أن الكورتيزون يعلى عندك وبالتالي جهاز المناعة يقل، ودي برضو نصيحتي للجميع، تحصن بالله سبحانه وتعالى وبذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تهول لدرجة أن الكورتيزون يعلى في الجسم وكيميائية الجسم يحصل فيها اختلاط ولخبطة ويحصل فيها نوع من الخلل، فبالتالي جهاز المناعة يقل. وفي نفس الوقت يا أيها الشعوب اللي لسه مش واخدين بالكم، ويا ناسنا في الشرق الأوسط وفي مصر وفي كل مكان، بندعو لكم وبدعي لكم من كل قلبي أن يرفع الله سبحانه وتعالى الكرب عن بلاد المسلمين وعن كل الناس في كل مكان وفي كل زمان، وعن شعوب الأرض جميعا في أوروبا وأمريكا وأسيا وأستراليا وأفريقيا وكندا واليابان والدنيا كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى للناس جميعا الرحمة والمغفرة، ولعلها تكون قرصة ود. يا الله اجعلها كذلك ولا تكن أكثر من ذلك. وأبشركم جميعا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر العسر في القرآن إلا مقترنا باليسر، وذكروا مرتين للتأكيد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. شوفوا الجمال والرحمة واللطف بتاع الله سبحانه وتعالى، حتى لما بيذكر العسر لا يذكره إلا مع اليسر، ولما يذكر الكرب لا يذكره إلا مع النجاة. يا رب اجعل لنا شفاء ورحمة من عندك، يا رب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بنور وجهك، يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك، مش يليق بينا إحنا، إحنا ضعاف مذنبين راجعين ليك يا الله أوابين، نتوب إليك ونستغفرك. أكثروا من الاستغفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار
جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل لنا مخرجا من هذا الضيق. اللهم فرج كربنا يا حنان يا منان، يا ذا العطاء يا ذا الرحمة والمن والفضل والإحسان، يا من قلت ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم إنا نعلم أن من سنتك أنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعلم أن من سنتك أنك كثير العطاء والمن والكرم والإحسان، فبرحمتك التي وسعت كل شيء، كل شيء، كل شيء، أمراض الكون وغضب الطبيعة وغضب الأرض وغضب السماء، اللهم ارفعه عننا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا من قلت أني أنا الغني ذو الرحمة، اللهم إنا فقراء، فقراء إليك، فقراء إليك في العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فأعلمنا من عندك يا غني. يا من قلت أنا الغني ذو الرحمة وأضفت الرحمة إلى نفسك، والرحمة هي جوهر الشرائع في كل الأديان، لأن الرحمة والتي انبثقت منها مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة الخمسة أو الستة أو السبعة كلها منبثقة وخارجة من الرحمة، شملاها الرحمة. إذا كانت مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض، يعني الشرف وكرامة الإنسان، كل هذه المقاصد وحفظ الوقت وحفظ البيئة، كل دي من مقاصد الشرع الحنيف، وكلها اندمجت وضغطت في كلمة واحدة لمن يريد الاختصار، ورحمتي وسعت كل شيء. الرحمة ليه؟ ما الدليل؟ الدليل أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا إيه؟ إلا رحمة لمين؟ للعرب، للمسلمين، للمصريين، للأمريكيين، للروسيين، للأوروبيين، للأفريقيين، للأستراليين، للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفيقوا، بطلوا الكلام الاستقصائي الذي يقصي الآخرين، بطلوا الكلام الذي فيه التعالي على خلق الله. انظروا للمذنبين أنهم ضعفاء وينتظرون الدعاء وينتظرون العطف بالدعاء وبالكلمة الطيبة وبالكلمة والموعظة الحسنة. لا تحقدوا عليهم، افتحوا قلوبكم للناس حتى تنفتح رحمات الله علينا. يلي عليك أشياء ثقيلة أثقلت بها نفسك وظلمت بها نفسك من ديون، سدد ديونك، قلل من أشيائك ومن طمعك، علشان هي دي اللي بتكتر ديونك. يلي عليك دت أو قرض كبير وعمال بتاخد في قرض جديد عشان تغير، عشان لون العربية مش عاجبك أو ديكور المطبخ مش عاجبك، أفيق، بطل ديون وقلل من احتياجاتك. طوبى لمن كان عيشه كفافا وقنع به، وقنع به، هتلاقي السعادة أكتر. يلي عليك دين لأخوك اتصل بيه وقول له أنا معاك، خد مني ده الموجود وأوعدك بإني حأسارع بالتسديد. يا من ظلمت أحدا بكلمة استسمحه، اعمل تليفون، صلوا أرحامكم لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا من أبواب رحماته. صلوا الرحمات لأن صلة الرحم تطيل في الأعمار. وحسنوا الظن بالله وبأنفسكم وبالمؤمنين، وهذه نقطة أخرى. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يعلي من كيمياء الدم، لأنك لما تكون تشيرفل وعندك نوع من الاستقبال الجيد للأخبار بنفس مطمئنة وباتزان،
يقع لا تهويلا ولا تقليلا. هذه هي الشخصية المتزنة. اجعل من نفسك اليوم رجلا جديدا، كن رجلا جديدا، واعترف لله سبحانه وتعالى بأنك قصرت، أسرفت على نفسك، أسرفت على صحتك، أسرفت في خروجاتك وفي أطماعك وفي شهواتك. ما بقولش كده علشان نقلب الموضوع دروشة ونقول ده بسبب بعدنا عن الدين. هو طبعا في كلام بيقال كده، وفي ناس عمالة تقول لا دي الحكاية مش كده، بطلوا دروشة، الحكاية مش كده. ولكن أنا بقول الحكاية هي كل ده، هي خليط من كل شيء، من أطمعنا ومن إسرافنا على أنفسنا ومن ذنوبنا. فبما كسبت أيديكم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويعني وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما بتصبكمش المصائب إلا بما كسبت أيدينا. حتى بالتقصير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بأطماع الناس، بهذا التسارع الجنوني، استعراضات القوة من الأفراد والجماعات والشعوب على بعضها البعض، والاستقواء، واللي معاه مال عايز يبقى عنده أكتر، واللي عنده عضلات 3 سنتيمتر عايزها تبقى 7-8، ويستعرض. أقلل من هذه الأشياء وارجع إلى الله سبحانه وتعالى بنفس مطمئنة وبنفس خاضعة لله سبحانه وتعالى، والتزم أسباب العلم. وكل كلامي هذا لا يغنيك عن أن تتخذ العلم أسبابا، لأن العلم أيضا من عطايا الله سبحانه وتعالى. لما الشعوب أو السلطات تقول لك اجلس في بيتك، اجلس في بيتك، لا تقلل من هذه الأشياء ولا تستعرض، وما تعملش هذا الكلام الشعبوي. يا أيها الخطباء الشعبويون، يا أيها الخطباء الحماسيون اللي بتقعدوا تقولوا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وبتستخدموها في المكان الخطأ في الزمان الخطأ، توقفوا عن هذا الهراء، بل قولوا للناس حسنا، التزموا مع أولياء الأمر في الطب وفي القانون وفي المجتمعات، وما تقولوش للناس كلام شعبوي، كلام حماسي، كلام غير منضبط خارج عن العلم، لأن العلم أيضا من عطايا الله، لأن العلم أيضا من إرادة الله، لأن العلم أيضا من أوامر الله، لأن العلم أيضا من أسباب الله. فاتخذوا من أسباب الله حصنا ويقينا، واتخذوا من علم الله هدية ترحموا بها أنفسكم وشعوبكم وناسكم ومجتمعاتكم. 15 يوم تجلسهم بجلسة رجل واحد وبصوت واحد علشان نحاصر هذا المرض وهذا الوباء المرجوم اللعين بإذن الله سبحانه وتعالى. تحاصره بأنك تبتعد عنه، تحاصره بأنك تلتزم بقواعد الأمن والسلامة، وتيجي على نفسك عشان الإنسانية وعشان الناس وعشان نفسك وعشان أهلك، وعشان تقلل المجهود على السلطات الصحية والسلطات التي تحاول أن تساعد الناس. وهذا الكلام لابد أن يخرج من الناس المسؤولة، هذا هو وقت المسؤولية، وليس اللعب بعواطف الجماهير التي تقول لا تغلقوا المساجد وإلا سيحل غضب الله عليكم. من قال هذا؟ إن الله سبحانه وتعالى أمن لنا صلاة في الشريعة اسمها صلاة الخوف، وهي قد تكون خوف من شيء مؤقت، فما بالك بهذا الخوف العالمي الذي هو أوجب والذي هو أقوى في أن يكون مبررا لهذا الالتزام. استعينوا بالله سبحانه وتعالى بالأخذ في الأسباب وبالذكر، وتحصنوا بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
التي تحصن بها سيدنا يونس عليه السلام فنجاه الله سبحانه وتعالى مما كان فيه. والذي كان فيه يونس عليه السلام كان بالضبط نفس كلمة الكرب، لأن الله وصفها بالكرب، لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بالكرب ووصفها بالغم لما قال ويونس إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فلولا أنه فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين فلولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلما لهج ذكره في هذا الكرب العظيم، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كونوا هذا المؤمن الذي سيسارع بذكر الله سبحانه وتعالى وباتهام نفسه بالعدوان على الطبيعة والعدوان على النفس، في الإسراف على النفس وفي ظلم النفس، فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أكثروا من الاستغفار. فنقول: يا ربنا، في هذا الوقت، وقت الجمعة، والذي اخترناه واخترنا هذه السويعات من الزمن التي نحاول أن نلتقيكم فيها، في وقت الجمعة، أن تكن ساعة استجابة، ولا تحقرن من دعائك شيئا، وخذ طفلك أو طفلتك البريئة وخليها معاك في الدعاء، لأن الدعاء أن تستجلبه على لسان الأبرياء يكون أوجب في الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. احضنوا أطفالكم وزوجاتكم في البيوت واجلسوا مع بعض وقولوا: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأكثروا من الاستغفار، واطلبوها من الأطفال، واطلبوا هذا الدعاء من الأطفال واسمعوه معهم ورددوه معهم، لأن الأطفال يعني يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوني بألسنة لم تعصوني بها. فالصحابة استفسرت: ومن منا لم يعص الله يا رسول الله؟ يعني قال له: أن تطلب الدعاء من أخيك فأنت تطلب الدعاء عبر لسانه هو الذي لم تستخدمه أنت قط في الكذب أو البهتان أو الزور أو النفاق أو أي شيء من معاصي اللسان. فادعوني بألسنة لم تعصوني بها. بيسألوني النهاردة في الحلقة: نكتب لك إيه في التايتل ونكتب إيه؟ قلت لهم: لا شيخ ولا دكتور، شيخ إيه ودكتور إيه وإمام إيه؟ إحنا كلنا النهاردة عباد الله، اللي بيقولوا يا رب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بتجرد وإخلاص. النهاردة قد تكون هذه الأزمة بشرى وخير، والله إني لأحسبها كذلك، والله إني لأستشعرها كذلك، والله إنها لبشرى من الله للمؤمنين أن أفيقوا. وخذوا بالكم، الله العظيم صاحب الاسم العظيم العفو الكريم، مش احنا مش يعني ما احناش قدك يا رب، وما احناش قده قوي علشان ربنا ينتقم مننا كما الناس اللي بتحاول تشيع هذا الكلام الانتقامي، يعني وتقول ربنا عايز يبيد الناس ويبيد البشر من كثرة المعاصي. اي نعم، في معاصي، لكن في الله الغفور، في الله الرحيم، في الله العظيم، في الله العظيم اللي ما ذكر الكرب إلا ما ذكر معاه النجاة، في الله العظيم الذي ما ذكر العسر إلا وذكر معه اليسر
ومش كده وبس، ده ذكر العسر مرتين، ذكر العسر مرة وذكر اليسر مرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر مرتين. ولا يغلب فراد الكلمات التي جاءت في القرآن الكرب أبدا، لن تغلب مئات الكلمات التي ذكرت الرحمة، فلا تغلب أبدا الفراد المئات، وخاصة إذا كانت من لطائف الإشارات من صاحب الرحمات المولى العظيم رب الأرض والسماوات. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الجمعة المباركة أن يحيينا وإياكم للجمعة القادمة ونحن أكثر تمكنا على البلاء، ونحن أكثر التزاما بتعاليم الصحة والسلامة، ونحن أكثر التصاقا بالله سبحانه وتعالى، ونحن أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونحن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمراجعة النفس، ديونك، عداواتك، خصوماتك، غضباتك، كل وإساءاتك. بدل 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 علشان ربنا يبدل. جدد النية مع الله سبحانه وتعالى حتى يجدد الله عليك دماءك ويقوي دماءك ويقوي مناعتك. حصن نفسك بالذكر، لأن الذكر يعلي من كيمياء الدم ويعلي من هرمونات السعادة، لأن التصاقك بأقوى الأقوياء بالعزيز الكريم الرحمن الرحيم، التصاقك به هو النجاة، والتصاقك به جزء منه اتباع تعاليم السلامة والأخذ بالأسباب في العلم. ومرة أخرى نفسي يعني أقول برضو كلام مهم، مش عايزين نختم هذه الحلقة من غير ما نبتهل جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجو أنها تعاد مرة ومرة ومرة علشان اللي ما شافش يشوف، واللي ما سمعش معانا يسمع ويردد معانا هذا الدعاء. نسألك يا ربنا العظيم، يا صاحب الفضل الكريم، يا رحمن يا رحيم، يا عظيم يا رحمن السماوات والأرض، نسألك يا ربنا العظيم بكل يا ربنا العظيم بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار، اللهم كن جبارا على هذا البلاء وأخله عنا وامحه من على الأرض يا رب العالمين بجبروتك وقيوميتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا يزال بيننا الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم بحقهم يا رب العالمين وبحق المؤمنين والصالحين والمؤمنين، وحتى وبحق المذنبين التائبين المستغفرين، وبحق الناس أجمعين، فهم خلقك وهم عيالك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط، اللهم يا قابض باسمك القابض اقبض هذا البلاء من على كوكبنا، وامنحنا الحياة وامنحنا الإيمان وامنحنا الفرصة والسعادة يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بالاستغفار وبالإنابة إليك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم باسمك القابض اقبض هذا البلاء عنا يا حنان، اللهم باسمك الباسط ابسط علينا رحمتك وسعادتك وشفائك يا رحمن يا رحمن يا رحيم، يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع، يا الله يا رافع، يا الله يا رافع بحق اسمك الرافع، ارفع عنا هذا البلاء
يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف. اللهم باسمك اللطيف ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك. يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير. يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل. يا كريم يا رقيب يا مجيب. يا واسع يا شهيد يا حكم يا ودود. يا مجيب يا واسع يا ودود يا حكيم. يا عفو يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. يا منتقم يا عفو يا كريم. يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع. اللهم امنع عنا البلاء. يا ضار يا نافع. اللهم انفعنا بعلمك يا رب العالمين وأجل همومنا بمصل وبحقن جديد وبدواء جديد يا رب العالمين بحق ما قلت لنا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع. يا نور يا هادي يا بديع. اللهم باسمك الهادي اهدي علماءنا وأطباءنا لمساعدة الناس وإنتاج الدواء في أقرب وقت وحال. يا حنان يا منان يا رشيد يا صبور الذي أحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشكر موصول لهذه القناة قناة الجسر التي خرجت في هذا اليوم العصيب وخرجنا معهم. والشكر موصول لكل الناس اللي ساعدت والأخ الكريم محمد الخشاب الذي فتح لنا هذا الباب وهذه الفرصة. ونشكر الأخ مصطفى الذي سهر معانا والذي يعني أقول إيه بس شباب في عمر الورد قاعدين هنا معانا. الأخ العزيز مصطفى والأخ العزيز المحترم أخونا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جمال العزيز اللي دايما بيساعدنا بطبته وبجماله. ربنا يبارك فيكم ويسدد خطاكم على الخير وعلى إشاعة الرحمة وإشاعة المنافع للناس وإشاعة النور للناس. بنشكركم جميعا وبشكر كل الناس. وعمر جبتك معايا النهاردة يعني مش عارف أقول لكم إيه. عمر واللي زي وشبابنا وشباب المؤمنين والمسلمين والناس كلهم أجمعين وأهالينا وأهليكم وبيوتنا وبيوتكم وكل شعوب الأرض وكل الناس رسالة محبة وسماحة ورحمة ونور وتفاؤل. تفاءلوا تفاءلوا اجلسوا واجعلوا من هذه الجلسة جلسة مع النفس ومراجعة للنفس. وشوف أوراقك اللي ملخبطة في البيت اللي عنده حاجة كان مأجلها في البيت فرصة اجلس وتصالح ونظف اللي ما كانش متنظف وصلح اللي ما كانش متصلح وعيش حياتك وكل أكل معتدل واسعد بنفسك وعلاقتك مع الله وجدد علاقتك مع الله. سنستمر إن شاء الله في هذا البرنامج انتظرونا لعلها تكون رسالة خير ومحبة وسماحة ورحمة ونور وشفاء للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.